سلم لي باشا على الزمن. اهم حاجه الوعي، ما كيب كونشس مان. الوعي هو الارث الحقيقي اللي باقي لما تخونك الجغرافيا ويخونك التاريخ. ما اسمهاش ده الابيب، اصل المحتل غريب، لم ولن يعيش في يافا ولا في جلباب ابي شيخ مونس او لبيه. دي مش تل ابيب وده مش تل ابيك، دي الخريطه وده التاريخ. هناك تلاقي بير السبع وده الخليل، ودي غزه اهلا بيك في فلسطين. انا من اريحه شرق القدس بيت المؤمنين، النصر بيت العذراء، دي نابلس ودي جنين. ربك موجود صمد شاهد على اللي حصل، من نقب لحدود سفر شمال جنوب وسط، واحنا مش قليلين ده وهم حطوه في راسك. ربك موجود صمد قبل الوصول سفر، قبل 48 قبلنا تانية ويزرعين، ومو خالد شربت من مركبنا عامرة وزرعين، من قبل حتى عين جالون، قبل حطين، من قبل صلاح الدين. اقول لك قبل اجنتين عند الرملة في جبريل، فجأة نقوم من فجرين. اهلا بيك في فلسطين ارض كل العالمين، بيت شمس المؤمنين بكل لغات اهل الارض زي ما قال امين. فيها الزنج والإفرنج والقبجاك والسقلاب والبوشناق والتتار والأتراك وأهل الله والهلاك والفقراء والملاك والفجار والنساك، وفيها كل من متأثرة بفبرك التاريخ. يا ريتو كان أرى، يا ريتو ساكن في الجغرافيا، لا ده بيته كان برا، بنيته مقبرة تدفنوا فيها انتوا اعتديتوا كم مرة، بيته من ورا كنتوا حقيقة مزورة. مش أشكالون دي عسقلان ودي بيسان، الحدوتة من زمان من عند نوح وسام لإبراهيم عليه السلام. حكاية الإنسان لساني عربي كان عاني، غرضي إنساني، أنا آسف إني بغني وإخواتي بتعاني. أنا ضد ركوب الموجة بس دي أقل حاجة قدامي، إن أنقل لولاد جيلي شيء من الوعي ولو في أغاني. الخريطة اللي في زماني كيوردز للحقيقة والمعاني، مش هداري لمعاني. بكلمك من مصر ام الدنيا بنت النيل، فانت فاهم انا بامين مش هتفرق انهي جيل. انت ضد الانسانيه اتقل، لا لقيت القافيه دي في نيلي ده، جوجل كلمه يري ده. وبرغم الدمار الورد يعيش، الوقت يعيد، جوجل عبد الوهاب مسيري وادوارد سعيد. في حاجه اسمها مقاومه وحاجه اسمها ارهاب، في حاجه اسمها صهيوني غير يهودي ابن كلاب. ارض الله اساسها الجيره والسلام،